محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سادتي في المحضرة العالمية للعلوم الشرعية والمدرسة الربانية للعلم والمعرفة بالله، نشكركم على هذا المؤتمر المبارك من مؤتمرات قضايا الأمة الكبرى، المؤتمر العالمي الأول بعنوان توقير الصحابة والعترة في ديننا الحنيف. وبعد أن استمعت لسادتي السادة العلماء الكرماء، أضيف على مسامعهم جميعا قول سيدنا ومولانا السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه في هذا المحفل، قال: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم طريق سره الطاهر عليه الصلاة والسلام، فمن أراد نهلة من سره الطاهر فلا بد له من صدق المحبة لأهل البيت والتوسل بهم إليه عليه الصلاة والسلام. وأما أصحابه رضوان الله عليهم فهم طريق أمره، فمن أراد الظهور بأمره والعمل بما كان عليه فلا بد له من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بآثارهم، ولا يلحق العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا جمع بين الأمرين، لأن من أساء سر النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه في أهله أو كذب أمره وآذاه بتقبيح أصحابه رضوان الله عليهم فهو من المبعودين، وإن أتى بواحد من الوصفين فلا طريق له على نبيه صلى الله عليه وسلم البتة. ثم تابع فقال: أي سادة، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي الله عنه. والصحابة كلهم رضوان الله عليهم على هدى، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يجب الإمساك عما شجر بينهم وذكر محاسنهم ومحبتهم والثناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين، فأحبوهم وتبركوا بذكرهم واعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إن هؤلاء القوم يا سادة قد عفى الحق سبحانه وتعالى عنهم ولا يؤاخذهم بما جرى بينهم، وإنهم يتواهبون ويدخلون الجنة. معاوية اجتهد وأخطأ وله ثواب اجتهاده، والحق مع علي رضي الله عنه وله ثوابان، وعلي أكبر من أن يختصم في الآخرة مع معاوية على الدنيا ولا ريب بمسامحته له، وكلهم على هدى وساحة الكرم وسيعة رضي الله عنهم أجمعين. وأختم بهذه الكلمات الطيبات لسيدنا ومولانا محمد أبو الهدى الصيادي، الذي فيها توصيات ما جرى على ألسنة السادة العلماء الكرماء في هذا المؤتمر العالمي، الذي أسأل الله تعالى أن يجعله محط نظر سيدنا رسول الله. يقول قدس الله سره: الآل والأصحاب كفتان، لحب طه الطهر كالميزان، من مال عن واحدة فقد طغى، والدين محفوظ من الطغيان، مودة القربى صراط للهدى،
والمحب حبهم من والصحب حبهم من الإيمان، والميل عن إحدى الفريقين إلى ظلم، فمن دسائس الشيطان أنعم بآل المصطفى وصحبه، هم عصمة الإيمان والأمان، أئمة قد أيد الله بهم دين النبي الطاهر العدنان، أكابر الدين دعائم التقى أقمار سمك عالم الإمكان، وهم لوجه الدين دون مرية برغم أهل الجحد مقلتان. الحمد لله عرفنا حبهم درب الهدى ومنهج الرضوان، ولم نفرق بينهم كملحد عدا وصار عيبة البهتان. ساداتنا والروح في قلوبنا وفي العيون ضوءها النوران، فنحن في غد لدى ركبانهم أنعم بهم والله من ركبان، نحمى بجاههم إذا حان اللقاء وفي الدنا من فتن الزمان، في ذمة النبي من والاهم من العذاب ولظى النيران، عليهم السلام ما هب الصبا وذكرهم مر على لساني. أسأل الله تعالى للقائمين على هذا المؤتمر في المحضرة العالمية للعلوم الشرعية والمدرسة الربانية للعلم والمعرفة أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. أسأل الله تعالى أن يجعل حبه وحب حبيبه وحب أصحابه وحب آل بيته أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.